السلام عليكم السي حسان. السلام ورحمة الله اخويا. شاد الجديد كمية جديدة اخويا العزيز من الفازة ديال الشاومي 43 سيري ديال البي. ندخلو اخويا العزيز ندير واحد المراجعة خفيفة ظريفة، نحلو التلفازة، نهضرو على المميزات ديالها ونقولو شنو الفرق ما بين هاد السيري هادي والسيري القديمة. هاكا السي رشيد سبحان الله انت اخويا ياسين، كاين الخير الحمد لله، كاين كمية. زيد اخويا ياسين زيد قرب لعندي هنا، نحلو وحده ياك نحلو هنا علي هذه واحد طرونش ديال الكوك. زيد اخويا ياسين زيد، ها انت كيف ما كتشوف معايا اخويا ياسين، ها هي التيفي ديالنا، هي هذه، ها هي هي هذه. اول حاجه فيها الفوركا الترا اشدي كيف ما كتشوف معايا، بالنسبه للمقاس ديالها فيها 43 بوس كيف ما كتشوف معايا هنا، من هذا القنت لهذا القنت 108 سنتيم. بالنسبه للريزوليسيون ديالها هي هذه الترا اش دي 3840 بيكسل على 2160 بيكسل، فيها الفوركا، فيها نتفليكس، يوتيوب، اندرويد، جوجل اسيستنت. نحلو التلفازه ونشوفو. عاوني اخي رشيد الله يحفظك. هوب زيد يا ياسين زيد، حطو لتحت، هاهي هانا خويا. اش كيجي معاها؟ كيجيو معاها الرجيلات ديالها، هما هادو جوج سيبورات اللي كتحط عليهم، وكتجي الريموت كنترول ديالها هي هادي. هوب يا هادي التي في ديالنا، يا هادي زيد شتا رشيد، يا هادي انت خويا ديالنا خويا كتجينا بحال هكا انت هنا انت شوف معايا هنا، هذه جديده هذه اللعيبه، هذه فيها ميكرو شتي، عندها بوطونه ديال الشعيل لتحت، طروزه فيها المهنه. اللي جديد في هذه السيري هذه الاخوان هما هذه الحواف ديالها، هذه الحواف ديالها، هادو رقاق، هادو رقاق على السيري الاولى، وفيها البلوتوث 5، هذه فيها بلوتوث 5، الاخرى فيها البلوتوث 4. ها انت شدها كامله، شدها كامله انا بالنسبة انت قرب لعندي هنا 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 خيا شوف معايا هنا كيجينا ثلاثة ديال لي بور ديال اش دي مي، جوج ديال لي بور ديال اليو اس بي، فيها بلاست كيف ما كتشوف معايا هنا، ها انت هنا فيها بلاست ار جي 45، ديرها مع الكونيكسيون نيشان، مع الكابل ديال الكونيكسيون نيشان. هنا لاليمونطاسيون ديالها، كتكون لاليمونطاسيون ديالها فين كاين هنا، شتي هاد التلفيزة ناضية سليم رقيقة بحال هكا. بالنسبة للريزوليسيون ديالها الإخوان كيف ما قلنا فوركا، فدامينا الفوركا شدها بحال هكا، فدامينا الفوركا قرب لعندي. بالنسبة للستوكاج، الستوكاج ديالها قرب شوية ياسين، الستوكاج ديالها فيها 16 جيجا، فيها 16 جيجا وفيها 2 جيجا في الرام، 2 جيجا في الرام. رشيد شدها شدها لطيح. قلنا الفيرسيون ديال البلوتوث اللي فيها 5.0 عكس يعني الاصدار القديم، الاصدار القديم فيها غير 4.1، فيها الاندرويد 10، فيها الاندرويد 10، فيها ثلاثه ديال لي اش دي مي، جوج ديال لي بور يو اس بي. بالنسبه للبوا ديالها، بالنسبه للبوا ديالها 7.4 كيلوغرام. مواد التصنيع اللي فيها مصنوعه من البلاستيك، تقريبا هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لمعدل تحديث الشاشه اللي فيها الاخوان، فيها 60 هرتز ال سي دي، هذا الشيء اللي كاين، هذا هو اللي كاين الاخوان. بالنسبه للثمن الاخوان، الثمن ديالها كدير هذه كدير 3750 درهم في عام ديال الاي بي تي في، وكاينين يعني اللي راه هذه 43
كاين 32 دايره 3000 2350 هي عام عندي الاي بي دي في، وكاين ال55 الثمن ديالها 5500، وكاين ال65 الثمن ديالها 6500 درهم، وكاين ال75 دايره 15000 درهم. هادشي اللي كاين الاخوان، تحيه لكم وتبارك الله عليكم.